شكرا عاطف. هو طبعا عشان كان مع الكفيل، هو ربنا سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. نعم. فهو رمى اول يوم العقبه، رميه الجمره الكبرى 7 حصيات، وهذا صحيح. وفي اليوم الثاني رمى 21 اللي هو 7 و7 و7، وفي اليوم الثالث اللي هو ثالث ايام العيد وثاني ايام التشريق رمى 7 و7 و7 ورحل عن منى، وهذا صحيح لان هذا ينطبق عليه. فمن تعجل في يومين، ولذلك الكفيل قال له احنا تعجلنا، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. يعني اللي يرمي يومين اللي هو اليوم الثاني والثالث فحجه صحيح بنص القران، ومن ينتظر حتى اليوم الثالث فحجه صحيح بنص القران ولا اثم عليه. شعب عزيز، يعني في ناس او كبار في السن ممكن يكونوا ما حصل لهمش نصيب ان هم يحجوا. نعم. ما حصلش الحج. نعم. وتوفوا. نعم. هل ممكن الاقارب يقوموا بالحج بالنيابه عنهم؟ انا عارف ان هو ممكن يقوم بالحج مثلا بالنسبه للاب او الام، ابوه او امه. نعم. هل مثلا ممكن يقوم بالحج مثلا بالنيابه عن عمه المتوفي او خاله المتوفي؟ ولا ده لا يجوز؟ هو هناك شرط الاول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لبيك اللهم عن شرعنا، فقال حججت؟ قال لا، فقال حج الاول ثم حج في العام الاول. يعني شرط في من يؤدي الحج عن انسان عاجز او متوفى ان يكون هو نفسه ادى الفريضه عن نفسه، ثم بعد ذلك في العام الذي يليه او الذي يليه او اي عام من الاعوام يجوز له ان يذهب وان يحج. مش شرط ان هو يكون ابنه او يكون من اقاربه، لان هذا دين والدين واجب على جميع الاقارب. نعم. يعني هذا دين، فهم يقضوا دين الله عز وجل، كما قال النبي: أرأيت لو كان على أبيك دينا؟ فقال فهذا دين الله أحق وأولى بالقضاء. فيجوز أن العم أو ابن العم أو الخال أو القريب أن هو يؤدي الفريضة عن هذا الشخص الذي توفي. وإذا كان له مال فليخرجه تكاليف الحج من التركة. نعم. وإن لم يكن له تركة فيجوز أن يتطوع بها أحدهم أو أن يجمعوا هذا من جميع الورثة. رجوع الحج من الحج وهو إن شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى يكون غفر له، هل الإنسان الحج ده أو يعني مرأة أو رجل، هل ممكن تحس إن هي إن ربنا قبل منها الحج؟ نعم. هل في مؤشرات؟ نعم، هناك علامات للقبول. نعم. هناك علامات للقبول. أول علامة لعلامات القلوب انشراح الصدر. يعني تجد ان القلب عليه ران، زي ربنا بيقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم. فاول شيء بتشعر به ان السواد اللي كان في القلب ده اللي هو الران بتلاقيه راح. فتجد انشراح في الصدر، وتجد للطاعة حلاوة. نعم. يعني انت كنت بتصلي قبل كده بس بتنكرها نكرا، لكن لما بتيجي بعدها تصلي تشعر بحلاوة، وأنك واقف بين يدي الله عز وجل، فلا تريد أن تنصرف من لقاء الله عز وجل. فدي أيضا من العلامات. تجد أن الله عز وجل يقبل دعائك. تجد أن الله عز وجل يوفقك للذكر والتسبيح. ما هو التوفيق للطاعة هو قبول من الله عز وجل، لأن الله يريد أن يسمع صوتك وأنت تدعوه وأنت ترجوه وأنت تتقرب إليه وأنت تستغفره وأنت تسبحه وأنت تكبره. وأنت كلما تقربت من الله عز وجل ووفقك الله للطاعة فاعلم أنك من المدعوين إلى حضرة الله عز وجل، وإذا كان خلاف ذلك فاعلم أنك من المطرودين ومن المقروين من الله عز وجل. كنت في نقاش مع صديق ليا بيقول لي نشوف بقى نروح الحج إن شاء الله ونروح مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فبقول له لا دي مش من مناسك، فقال لي لا دي من مناسك. هل زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج دي يعني واجبة؟ لا، ليست من مناسك الحج ولا من سنن الحج ولا علاقة لها بالحج. نعم. ولكن هناك حديث ربما نأخذ به في الفضائل، وهو من حج ولم يزورني فقد جفاني.
دي قضية تانية مختلفة. لكن الحج كحج يعني، هاب ان انا هطلع من مصر اروح احج، رحت مكة قضيت مناسك الحج ورجعت من مكة، هل هناك خلل في الحج؟ ليس هناك خلل، ولكن فاتني ثواب عظيم انني لم اذهب الى حبيبي وقرة عيني وقائدي وشفيعي الى قبره، وكي ازوره واقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ما من احد يسلم علي الا رد الله عز وجل الي روحي فارد عليه السلام. فعندما اقف هناك في الجمال والكمال بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم عليه، واشعر واستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم يرد علي السلام وان الله اعاد اليه الروح، واقف في الروضه وهو القائل ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، هناك نفحات كثيره. فضيله الشيخ، ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القران الكريم قال إن بما معناه أنزلنا الذكر وإن له لحافظون، تمام؟ ويعني ربنا سبحانه وتعالى لغاية يوم القيامة هيحفظ هذا القرآن من أي تحريف أو من أي زيادة أو تقليل من الكلام. إحنا سنة 2011 كثر الفتاوى وكثرت إن ده حرام وده حلال وملوش علاقة مثلا بالقرآن الكريم. بعض الأحيان بيستدلوا بالأحاديث النبوية الصحيحة، وبعض الأحاديث اللي بترجع للقرآن الكريم برضو، وبعض الأحاديث اللي ممكن يكون فيها خلاف. هل ده في مصلحة الإسلام والأمة الإسلامية إن احنا نقعد نختلف؟ هل ده في مصلحة إن الإسلام يعلو في إن احنا نقعد نختلف في حاجات ونسيب الحاجات اللي المفروض ربنا سبحانه وتعالى قال عليها ان هو هيحفظها وان ده هو الاساس بتاعنا؟ انا بقول الكلام ده لان بقى فيه طوائف موجوده دلوقتي في الحياه، السلفيين، الاخوان المسلمين، الكذاكاء الشيوعي، ايران الشيعيه، الشيعة الكذا الكذا، يعني ده ايه 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 اثره على الامه الاسلاميه؟ بداية أقول لك أولا أن هذه الفرق هي معجزة وتأييد لكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم كان بين أظهر الصحابة كانت الأمة كلها على قلب رجل واحد، وبدأت الفرق من مقتل سيدنا عثمان وقبول التحكيم، وجاء الإمام علي، وبدأت الفرق كلها تكثر. نعم. وبدأت الفتن تدخل بعد عهد سيدنا عمر بن الخطاب، بعد مقتل سيدنا عثمان. طيب ازاي الكلام ده اعجاز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي اخبر منذ اكثر من 1400 عام وقال ستفترق امتي على 73 فرقة، فرقة في الجنة اللي هي الفرقة الناجية والباقي في النار. اذا لما تفترق النهاردة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بتاعنا كان كما قال ربنا ان هو الا وحي يوحى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى دي من باب الإخبار بالغيب لما تحدث بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو كان صادق وما كانش بيقول الكلام ده. تمام. دي واحدة. الفرق شيء واختلاف المذاهب شيء آخر. فاختلاف المذاهب على نص ثابت في القرآن والسنة في فهمه في الفروع، فهذا يعتبر ميزة من مميزات الإسلام. بمعنى هناك ثوابت لا نختلف عليها، جميع المذاهب الإسلامية وجميع النحل الإسلامية كلها تتفق على أن خمس صلوات في اليوم والليل، على أن صيام شهر رمضان، على وحدانية الله. ولكن نختلف في فهم أشياء أخرى. نصوم يوم عرفة ما نصوموش، نصوم ستة من شوال طب يبقوا إمتى؟ طب يبقوا وراء رمضان على طول؟ طب نصومهم متفرقين؟ طب ينفع اثنين وخميس؟ كل هذه الأمور الاختلاف فيها هو اختلاف في فهم النص. وما دام اختلفنا في الفروع في فهم النصوص، فمعنى ذلك أن هذه النصوص تعطي إلى يوم القيامة، لأن كل هذا الاختلاف في فهم النص كلهم صحيح وكلهم أخذ وكلهم رجال وكلهم عندهم مقومات الفهم والاستنباط. لكن الذي ظهر على الساحة الآن من فوضى الفتوى هو ده الأمر.
الذي يقف فلينظر أحدكم عن من يأخذ دينه. يعني دين الله عز وجل شيء قيم، ما ينفعش إن أنا أخذ ديني من أي واحد ماشي في الشارع. مش معنى أن هناك شاب أطلق لحياته وارتدى ثوبا أبيض وضع غطرة بيضاء فأصبح فقيها ويستفتى وأصبح له رأي في القضايا الكبرى، لا، لابد أن نترك هذا الأمر إلى أهله. إذا كنت أنا إذا مرضت أذهب إلى طبيب متخصص وأقول لا فلان ده ما ينفعش، أنا أروح لأستاذ أكبر، لا لأستاذ أكبر، لا أنا أروح لأستاذ الأساتذة، لا مش نافع أنا أروح ألمانيا، يبقى أبحث في الأمور الدنيوية عن أفضل الأساتذة، وفي الأمور الدينية أستهتر واخذ هذا الرأي من إنسان ليس متخصص وليس فقيه. ويأتينا من هذا الكثير، يأتي إلينا أحيانا ناس إلى الفتوى ويقول حصل كذا بينه وبين زوجتي، وسألت رجل بيصلي في الجامع بيني قال لي اعمل كذا. لا يصلح هذا، لابد أن ننظر عمن نأخذ الفتوى. عندنا جهات متخصصة، عندنا الأظهر، عندنا لجان الفتوى المنتشرة على مستوى الجمهورية، عندنا دار الإفتاء، وعندنا أساتذة الجامعات المتخصصين. فلينظر كل إنسان عمن يأخذ فتوى. فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، مدير إدارة الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لك وللسادة المشاهدين، وجمعة مباركة بإذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا ده كان يومنا النهاردة، بكرة يوم جديد في نهارك سعيد. السلام عليكم. وعليكم.